تنظيم الوقت طريقك للنجاح في هذه الحياة. غياب التنظيم ووجود العشوائية في حياتك والتشتت وعدم ترتيب وقتك ووجود جدول يومي في حياتك سيجعلك تخسر الكثير، بل ستجد أنك قد وقعت في كثير من الأخطاء وكثير من الذنوب بسبب غياب تنظيم الوقت الذي وقع نعوذ بالله في المعاصي والمعاصي الكبيرة. تجد أن من أسباب ذلك غياب تنظيم الوقت، فيعيش اليوم لا يعلم اليوم ماذا سيكون عنده، عنده وقت معين للعمل، بعده وقت مفتوح يعمل أي شيء، يطرأ عليه أي شيء. هذا لا شك أنه تشتت وضياع، وسيكون يعني أثره على الإنسان سلبي بشكل كبير. كل اللي عليك أنك تبدأ تنظم وقتك في بداية كل يوم أو في نهاية اليوم الذي قبله. تحرص أنك تضع خطتك اليوم الذي يليه أو في بداية هذا اليوم، تفكر ماذا تنوي أن تنجز، ماذا عندك من الأهداف، ما عندك من المهام، ثم بعد ذلك تقسم هذه المهام على يومك. في الصباح سيكون عندي العمل، في الظهر سآتي ويكون عندي الغداء ثم أرتاح قليل النوم، العصر سأصلي العصر ثم بعد ذلك أذهب إلى النادي الرياضي، بعدها أرجع من النادي الرياضي وأذهب مباشرة إلى عندي نصف ساعة للحفظ، حفظ القرآن، بعد المغرب سأكون متواجد عند الأهل وأقضي حاجاتهم، بعد العشاء سأكون متفرغ ساعة للمذاكرة، بعد المذاكرة سأكون عندي كذا وكذا وكذا. هذا مثال فقط، فيكون الوقت يعني يمضي عليك في إنجاز والشيطان لا يكون يعني له مداخل عليك. فبالتالي تنظيم الوقت، وجود جدول يومي، وجود وقت ممتلئ بالإنجاز بالعطاء، هذا كله يساعدك على أن تغلق جميع مداخل الشيطان عليك عافانا الله وإياكم. فأكثر مداخل الشيطان عندما يجد فراغ وتشتت وعدم وجود إنجاز، فيكون الإنسان جاهز لأن يستمع لوساوس الشيطان وهمزاته، نسأل الله العافية والسلامة. أيضا مما يجعل الإنسان يتشتت نعوذ بالله ويشعر بضعف في التركيز ويشعر أن الوقت يمضي عليه دون أن يشعر بهذا الوقت، من أسباب ذلك إطلاق البصر، النظر إلى الحرام. هذا يضعف التركيز ويسبب إشكالات كثيرة لدى الإنسان في ترتيب يومه وفي إنجازه وفي حياته وفي طموحاته، لأن الإنسان يتعلق بما ينظر إليه. النظر بريد القلب، النظر بريد القلب. فهذا الذي أطلق بصره للحرام عافانا الله وإياكم، ستجد أنه يكون عنده انحطاط في طموحاته وانحطاط في حياته، وبالتالي لن يكون عنده تنظيم وقت ولن يكون عنده إنجاز في يومه. ومما يعين على حفظ البصر تنظيم الوقت حتى لا يدخل الشيطان مداخله على الإنسان، وكذلك كثرة الصيام والدعاء والتضرع إلى الله، لا سيما في هذا الوقت اللي كثرت فيه فتن الشهوات عافانا الله وإياكم. فمهم جدا كثرة الدعاء وكثرة الصيام والمبادرة للزواج لمن لم يتزوج. نسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون حياتنا عامرة بالخير، عامرة بالعطاء، عامرة بالأعمال الصالحة، وأن يوفقنا لما يحب ويرضاه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. يا صادق الإحساس كن قدوة للناس، أثر بهم أثراً يعليك في المقياس، ابعث لنا الأمال يا باهي الأعمال، غير ولا تحتار افعل لنا الأقوال، كن واضح الأهداف كن خادما للأناف، كن بذل المعروف كن دائما للإنصاف، اسعى الدنيا اصعد إلى العليا واحذر من التزويد، إن شئت أن تحيا بعد عن الأخطاء، كن ثابتا معطاء والله لن ينسى عبدا إذا أعطى والله
الله لن ينسى عبدا إذا أعطاه.